حبيبي راح اكمل العب بطريقه النوبات وبعدين نشوف رده فعله راح يدخلني معه في الكلان ولا لا. انا جيت. السلام عليكم خوتي واخواتي وشراكم اميريك لو رجعت لكم بفيديو جديد فكره جديده. طبعا يا اساطير مقطع اليوم مقطع اسطوري من سلسله الساكورا نوب السلسله المحبوبه التي يحبها الجميع. طبعا يا اساطير شفت تفاعل حلو على المقاطع اللي فاتت نحبكم كلياتكم تفجروا هذا المقطع حتى استمر لكم بهذه السلسله. اذا ما فجرت المقطع لن استمر بالسلسله. اوكي اساطير طبعا كلياتكم تعرفوا برنامج اب جالوري اللي دائما انا اشرح لكم عليه ودائما اعمل له اعلانات. تطبيق اب جالوري مسوين حدث اسطوري راح تلقوا رابط في صندوق الوصف ياخذكم للحدث مباشره. هذا الحدث هو انه كل ما تشحن من برنامج اب جالوري راح تسترجع اموالك بنسبه 25%. طبعا يا اساطير اذا شحنت 100 دولار راح تسترجع 25 دولار عادي جدا، راح تسترجعها على شكل الماز وذاك الالماز فيك انك تستخدمه في الشحن مره اخرى بشكل عادي. هذا الحدث مسوين عليه كثير العاب مثل ما انتم شايفين في الشاشه قدامكم، كثير العاب. يعني اذا كنت تلعب لعبه اخرى فيك انك تشحن عادي جدا ما في اي اشكال، اهم شيء في لعبه فري فاير في الاخير. اكيد بالنسبه للناس اللي تشحن وكذا ننصحكم بهذه الطريقه لانه ما في شيء احسن من انك تشحن وتسترجع اموالك. طبعا يا اساطير راح تلقوا الرابط في صندوق الوصف، كلياتكم فوتوا على الحدث عشان تفهموا اكثر وان شاء الله ينفعكم. مقطعنا اليوم هو ساكورا النوب. شو راح نسوي يا ساكورا النوب اليوم؟ راح نطلب بالناس انهم يدخلونا للكلان. مثل ما انتم شايفين انا خرجت من كلاني حتى اقدر اصور هذه السلسله لكن ما عندي كلان، راح ادخل مع سكوادات عشوائيه واقول لهم انا بدي ادخل الكلان وراح نشوف رده فعلهم كيف. راح يدخلونا وراح يقولوا لنا لا لازم تعملوا تيست، لازم يكون لازم يشوفوا البروفايل. انا بظن راح يدخلونا مباشره بما انه في راس الساكورا. المهم يا اساطير لسه حطوا لايك، اشتركوا بالقناه، اهم شيء حطوا لايك خلينا نوصل المقطع لاكبر عدد ممكن من اللايكات باسرع وقت. وخليكم مع المقطع. Let's go. اول شيء هو لازم نشيل هذا التيشيرت تبع الديك، لازم نحط حيوان اخر. تيشيرت الديك خلاص انتهى وقتك، حان وقت تيشيرت الخروف، الخروف البنفسجي. اوكي اساطير الان واش راح نسوي مع هذا الخروف؟ راح ندخل هيك تيم كود 04263 ليتس جو بيبي 04266 62 ليتس جو. اوه سكواد معبى. السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا كيفكم؟ الحمد لله. يا صديقي انا دخلت الان مع سكواد، صاروا يقولوا لي يا ساكورا. شو يعني ساكورا؟ ثواني ما عارف الصوت ده. ثواني انا مهابده واحده على تيك توك. ثواني لا الصوت ده، الصوت ده ما عارف. انا هذا يعني اخذته من اخي قال لي العب به بعدين رجعته. عرفتك انت اللي في التيك توك. مين انت؟ مشهور على التيك توك. مين انا؟ ايوه انا مشهور على التيك توك. لا ثواني انا عارفك عارفك. يا صديقي بتعمل نفسك بوت. انا قلت لك اخذت الحساب من اخي وراح اصير العب به، واول شيء بدي افوت على كلان لانه انا خرجت من الكلان اللي انا فيه. لا انتي والله فهمتني يا دانجر. ايوه بدي افوت على الكلان، فيك تفوتني معكم في الكلان؟ كلانكم حلو. ايه دقيقة اشوف اقدر ادخل معكم بالكلان. ايه سابعت لك رسالة وستقبل الكلان. ابعت لي رسالة. تمام بص او انت اكتب تدخل على ما اقدر اكتب ما اعرف ما اعرف ما اعرف انت ابعت لي. يعني انتوا تقبلوا الاعضاء؟ بعت لك تم رسالة الدعوة بالفعل. هتلاقي في الرسائل، دوس على الرسائل البريد. ما وصلني البريد. اي شيء؟ لا سيصلك. لا ما وصلني. دقيقة ايه دوس على البريد. لا دوست ما وصلني شيء، لازم نكون اصدقاء. انا بعثت لك طلب صداقة حتى تبعث لي. تمام انا قبلت. يبعث لي الان. دقيقة سأبعث لك ثانية، الغي المجموعة وسأبعث لك ثانية. حسنا يلا ابعث لي مرة أخرى. انتوا تدخلوا اي انسان الى الكلان؟ لا نحن ندخل المحترفين فقط. نعم لكن انت ما تعرف اذا انا محترف ولا لا، ليش بدك تدخلني؟ يعني بفحصك، بعمل لك فحص، اشوف ليفلك، بشوف انت بتلعب قد ايه، مستواك. لا لكن اسمعني، هذاك الليفل وهذيك الارقام جابها اخي، يعني انت بدك تدخلني انا للكلان مو تدخل اخي، فهمتني؟ فهمت. بس راح تدخلني صح؟ ادخل على البريد. لا سيجي لك، انت لم تلاحظ. لا 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 دخلت على البريد جاءتني 0 من 50، يعني ما في ولا بريد. المهم انت بدك تدخلني للكلان صح؟ أيّا. تمام يلا باي. هذا بعث لي بس ما وصلتني الرسائل، راح نحسبه انه هذا اول انسان. اوكي راح نجمع هون كثير رسائل يا حبيبي وننهي المقطع. ليتس جو. السلام عليكم، بدي اطلب منكم شيء. عيوني الله يسلم عيونك. بدي افوت معكم بالكلان، انا اخذت حساب الان من اخي وبدي افوت على كلان. ممكن ترسلوا لي طلب بالكلان؟ شكرا
شباب راح نجمع هون كثير كرانات يا حبيبي، راح نجمعهم هون. ليتس جو يا اخي، كل الناس تحب تبعت للساكورا في الكلان مع انه نوب ما يعرف يلعب. السلام عليكم. وعليكم السلام. سمعني واخويا نسمع فيك. اخي انت من وين؟ الجزائر. حاب نطلب منك شيء. اطلب خويا. حاب ندخل معكم الكلان. تدخل معنا؟ ايه انا هذا حساب اخي واخذته منه. صراحة ضفنا بارك لك. إذا تحب نعمل تيست عادي. لا بس دقيقة أكسيتي نعطيك طالب أكسيتي. لا مش لازم يعني تكون معي في الأصدقاء ولا لازم؟ لازم باش نبعث لك غير. بس دقيقة بعث لي دعمني. إذا تحب ندخل نلعب ونبين لك لعبي. يعني أنا من عنديش يعني وقت كبير من اللي بديت نلعب. أنت منين صاحبي؟ أنا من تونس لكن عايش في الجزائر. بعت لي في الكلان. وش مثلا انت سموك؟ اي كيغة صاحبي. الو قاعد يكلم في قائد الكلان يقول له دخلوا بسرعة ساكورا طلب دخل. شوفوا شباب بدو يدخلني بالرغم انه يعرف انه انا ما اعرف العب. مهم ساكورا، قلت له انه عندي شهرين العب فري فاير، اخذت الحساب من اخي وضحت له كل شيء، ما حب يعمل لي لا تيست ولا اي شيء. كلان 1,300,000 كلون راح يدخلني على طول. من اجلي واش؟ من اجلي هذا الراس، راس الخروف. الو قاعد الكلان يلعب صاحبي. قاعد الكلان يلعب خيرك نكمل بارتي يدخل معنا. والله اوكي نستناه. ما يهمه حتى شيء، المهم يتعشى، المهم ياكل. او يشد تحية لهذا الكلان. اوكي يعني مش قاعدين نضحكوا، لكن دخلوا ناس تعرف تلعب، باش لازم تكون عندي بسكنات اسطورية، فهمتني كيف؟ بس بنفس الوقت دخلوني انا اذا جيتكم. هذا صاحبو ساكورا. اسمع اذا تقعد تلعب في الكلان يقولوا ثلاثة ساكورا كاينين زوج، هذاك الراس لك دايرو. هذا نعم هذا يا فاير باس اول، فهمت؟ هذا فاير باس. وش معنى فاير باس اول؟ سكين نادر. هذا الرأس نادر. ايه انا الحساب مش حسابي يعني، هو الفيسبوك تاع اخي وانا فتحت به فري فاير. صاحبي انت يوتيوبر. دخلني حنفوك، دخلني الكلام. اسمع يوتيوبر تايا. انا مش يوتيوبر، انت يوتيوبر. تحلبت لك ولا غير يوتيوبر؟ ادوين تحلبت لي واجه ادوين. والله ادوين تحلبت لك يا صاحبي. والله انك اسطورة يا حبيبي. فين ندخل مع سكواد اخر؟ 09-070 let's go. 09-071 62. السلام عليكم. وعليكم السلام. مين انت تسمعني؟ ايه اسمعك يا صديقي. نعم ممكن اطلب منك طلب صغير؟ تفضل. دخلني معكم في الكلان. انت في كلان؟ ايه تعال ادخل. بعت لي؟ بعت لك. شكرا حبيبي شكرا، انا كان بدي اجربك بس. يلا ليتس جو شباب، بجمعنا الان كلانين. سلام شكرا. اي مقطع تيم كود لازم يكون فيها الطرد. السلام عليكم. خاوة تيمنا معنا في لازون. ماني اخاو تيمنا معنا في لازون. ممكن نطلب منك طلب؟ شنو خاو؟ دخلوني الكلان معكم. هاك اخاو يعني. لكن انت ما عملت ليش تيست؟ صديقي قال لي لازم يعمل لك تيست. عندك هوم؟ لا المهم شكرا على الدعوة. قات حارة صحراوي. والله عرفني صح، والله الناس تبعت على طول لما تشوف الساكورا. أول مرة. السلام عليكم. السلام. وش خايف الساكورا هاني؟ معوني. كنسمع. وقف انت يوتيوبر، انا اعرفك بس نسيت شو اسمك. حاب نسألكم شيء، ممكن تدخلوني معكم الكلان؟ اوي انا اللي كنسول على الكلان بغيت ندخليها. هذا حساب اخي اعطاني نلعب به، قال لي دخل الكلان. يوتيوبر انا اعرفه بس نسيت شو اسمه، هذا اتابعه. مين منكم في كلان؟ لي انت منستو في كلان؟ لو كان معك كلان دخلني صح؟ ندخلك كلان اسطورة.
السلام عليكم. ولك يا نكور يا سكور يا سكور يا سكور سكور على وعلى امه انا اعمل له يا صديقي يا صديقي لا تطردني. عيب عليك يا صديقي، ده انت احسن مني من حسابنا مع بعضيهم. ممكن اطلب منكم طلب؟ اطلب ولا يهمك. ممكن تدخلوني معكم في الكيلان؟ يا عم انت بتهزر. لا انا هذا الحساب اخذته من اخي بالفيسبوك تبعه وقال لي العب به وانا بدي ادخل الكلان. كلان؟ عايز تدخل كلان؟ نعم. طب انا الان مش لك كلان حاضر من عيني، بس انا ما عنديش كلانات. انت عندك كلان؟ انت ما اسمك؟ انا دلوع. انت دلوع؟ دخلني معكم في الكلان. والله يا صديقي انا داخل في كلان عادي. يعني لو كان عندك كلان كنت راح تدخلني صح؟ والله دخلك كلان يا اسطوره، بس ما عملت لي التست. لا عادي، ان انت كمان على حسابك اللي انت بتعرف تلعب يعني. لا يعني حسابي هذا الليفل وكذا جمعهم اخي مو انا، انا اخذت الحساب جديد. عادي يا عم بقى، انت ولا اخوك عادي كلكم واحد. اهم شيء الساكورا صح؟ لا ولا ساكورا عادي، بس احنا يعني انا مستغرب يعني من انا استغرب بس، لكن مش عشان ساكورا قابلتك. تمام تمام شكرا. سلام عليكم. صحراوي الو. كيف عرفت اني صحراوي؟ يا يا ارجوك الله يخليك يا امي يا صحراوي. وي خويا الحمد لله بعت لك طلب صدقة، بتقول حتى واحد. الو يا صاحبي اسمعني. انا اسمعك صديقي، ممكن تدخلني معكم في الكلان؟ والله انت اسطورة تلعب بي سي. نعم انا العب البي سي. انت ساكورا؟ نعم انا عندي ساكورا، لكن هذا مو حسابي الحقيقي فهمتني. اقبل اقبل طلب الصداقة يا صديقي، تقدر تدخلني معكم في الكلان؟ ايوه دخل في الكلان. اوكي تحب نعمل معكم يعني اختبار ولا تدخلني على طول؟ انت تدخلني على طول. ليش انا تدخلني على طول؟ لانك اسطوره ولا كفو ما شاء الله عليك، لكن لازم روم الاختبار. ايوه شو تحب نعمل اختبار؟ نلعب روم؟ ايوه نلعب روم اختبار يلا بينا. انت راح تلعب ضدي انا؟ ايوه العب ضدك انت لانك انت اسطوره. انت تقدر تبعت لي انت قائد الكلان؟ دقيقه اشوف انت القائد. انا ما الغايد لكن الغاية صديقي. قائد صديقك؟ ايوه ابن خالتي. يعني تقدر تدخلني صح؟ ايوه اقدر ادخلك الكلان اذا لعبت مع الروم وجبتني 7-0 او 7-2 بدخلك الكلان. يلا يلا، ده حساب يعني مش حسابي الاصلي مثل ما قلت لك، ده حساب اخي. طبعا. فهمتني؟ تمام 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 يعني مش مشكلة، يعني انا اعرف العب بس مش كثير. تمام 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 يلا يلا افتح روم وارسل لك على طول. تمام تمام انت حبيبي والله ما شاء الله. تخيل شباب افتح الروب ويدخل يلعب، والله بجرد ابو جدو. اخليها روب سريعه، ما بدي 7. اوكي ما بدي 7 كامله يا اخي. ايوه خليها هيك عاديه، ما بدي اخليها 7 جولات. لستكو لا دخل معه صديقه، راح العب معه شباب طريقة المنوب واقول له خلاص راح تدخلني ولا لا. هذا هو الشيء اللي انا بدي اياه من الصبح وانا قاعد ادخل مع السكوادات. عندي زمان ما عملت مقطع كامل يكون بس باللوبي، لازم العب، لازم احرك يدي كل يوم. شباب راح العب له بطريقة المنوب، عرفوا شو يعني طريقة المنوب؟ طريقة المنوب اخليه يربحني، اشوفه يعني اذا راح يدخلني الكلان ولا لا. ليتس جو، راح ادمجه اصفر. وشباب شباب العب له بطريقة النوبات، اشوفه اذا دخلني الكلان ولا لا. هو قتلني شفتوه، راح العب له هيك يا اخي انالوج البطيء وكل شيء، المهم انه يربحني هو، شوفوا اذا راح يدخلني الكلان ولا لا. ليتس جو، حتى لو كنت ساكورا نوب فانت هو التوب. طبعا انا شباب فيني اسوي له هذه الحركات البهلوانيه، بس ما بدي، بدي هيك اضبط المقطع. يلا يلا العب له طريقه النوبات عشان يعرف انه انا نوب. بمعنى كيف فيرست بلاد اتني جي جي جي. والله اذا دخلني الكلان شباب واذا قال لي راح ادخلك الكلان اعرفوا انه الموضوع صار يشتغل بسكناتي فقط. قتلت واو فيرست بلاي. لازم ابين له انه انا غبي ونوب وكل شيء، راح اشتري له شباب الدبل فيكتور واجل جده. فيرست بلاي واو لقد ربحني، واو يا للروعه يا صديقي. ايوه انا لعبي جيد بس الانترنت كان ضعيف شوي. اول انترنت عندك ضعيف، انا واثق من هالحكي. اسمعني راح نجيب لك الكلان لكن بحسابك هذا. ادخل الكلان الان، انا مؤهل صح؟ ايوه انت مؤهل. عجبك لعبي صح؟ والله عجبني لعبك.
حسنا راح استناك حتى تبعث لي صحيح. ايوه ايوه شكرا شكرا يا اخي. شفتوا يا شباب بامي اعينكم دخلت لعبت معه عملت تيست انسان انا بنظره انسان ما اعرف العب فري فاير ابدا يعني مش مؤهل اني ادخل الكران. شفتوا لعبي كيف العب احط ثلج افرش اضرب الاشياء المنوب سويتها قدامه لكن قال لي راح ادخلك الكران قال لي لا انت مؤهل. اللهم كون قد وصلنا نهاية المقطع اتمنى المقطع يكون اعجبكم لا تنسوا تحطوا لايك اشتركوا بالقناة اهم شي حطوا لايك خلينا نوصل المقطع اكبر عدد ممكن من اللايكات نشوفكم بالمقطع القادم. انا رحت